كنت انت عجبت سوشيال مش تزيد سؤال من فعلا زي دوتش وخلص يشوفكم من حيث الأعزاء ومشاهدي برنامج لغات العالم. أهلا بكم ولقاء متجدد وحلقة من حلقات اللغة الألمانية. Unser Thema heute ist über die temporalen Präpositionen. موضوعنا النهاردة إن شاء الله هيكون عن التيموخالي بريبوزيسيونن أو حروف الجر الزمنية. هو موضوعنا النهاردة استكمال الحلقة الماضية. طبعا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن حروف الجر الزمنية، لكن للأسف الحلقة كان حروف الجر الزمنية كتير ما قدرناش نخلصها في حلقة، وزي ما قلنا احنا بنستكملها في الحلقة التانية اللي هي حلقة النهاردة. بس خلينا نذكركم في البداية بحروف الجر الزمنية اللي احنا اتكلمنا عنها. هنتكلم في البداية كده allgemein، وبعد كده هنبتدي على حرف حرف ناخده بالتفصيل ونشوف استخداماته ايه وازاي اقدر استخدمه في الجملة. خليني في البداية أذكركم، يا ترى معنى كلمة تيموخالي بخيبوزيت أو تيموخالي بخيبوزيتسيون إيه؟ حروف الجر الزمنية. هو إحنا في عندنا حروف جر زمنية وفي حروف جر مكانية. بالظبط، في حروف جر بتستخدم مع المكان وبتستخدم مع الزمن. عايز أقول أنا ساكن في القاهرة، ده هنا جه مكان. في الصباح بذهب إلى الجامعة أو بذهب إلى العمل، يبقى ده أصبح حرف جر زمني. ده بيختلف عن ده. في عندي حروف جر للزمان بتستخدم وفي حروف جر للمكان. طيب احنا اتكلمنا قبل كده في حلقات ماضيه عن اللوكال بريبوزيشن او حروف الجر المكانيه، وكلمنا انه في حروف جر بيجي بعديها اكوزاتيف، في حروف جر بيجي بعديها داتيف، في حروف جر بيجي بعديها جينيتيف، وفي فيكسل بريبوزيشن او حروف الجر المتغيره. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حروف الجر الزمنيه. وزي ما احنا عارفين واتكلمنا في الحلقة الماضية واتكلمنا عن التيموخالي بريبوزيسيون، في حروف جر كان بيجي بعديها داتيف، في حروف جر بيجي بعديها اكوزاتيف، وفي حروف جر بيجي بعديها جينيتيف، وكذلك في حروف جر من الفيكسل بريبوزيسيون. وعارفين ان حروف الجر بتاع الفيكسل بريبوزيسيون كلها بيجي بعديها داتيف لو استخدمت بمعنى زمني، عدا الحرف الجر اوبر، هو ده الوحيد اللي بيجي بعديه اكوزاتيف. طيب ده اللي اتكلمنا عنه الحلقة الماضية، والنهاردة هنخش بقى نتخصص في حرف حرف ونشوف استخداماته ايه. تعالوا نبدأ مع بعض ونشوف الباوربوينت اللي احنا حضرناه ونذكركم بأسماء الأول حروف الجر. تيموغالي بريبوزيسيونن، بريبوزيسيونن مت فاستن كازوس بيجي بعديها حاجات ثابتة زي مت داتيف، وهي عندنا الحروف الجر بيجي بعديها داتيف اللي هي أب وأوس باي وناخ وزايت وفون بس وان وتسو، كل دي حروف جر زمنية بيجي بعديها داتيف. طيب تيمبو خال بريبوزيسيون او بريبوزيسيون مت فيستن كازوس مت اكوزاتيف، في حروف جر بيجي بعديها الاكوزاتيف بس زي بس فور جيجن ام، زي ما اتكلمنا وقلنا لازلنا في حروف الجر الزمنية، يعني حروف الجر دي بيجي بعديها زمن فقط. أما دي عن التيموغالي بريبوزيسيونن أو بريبوزيسيون مت فيستم كازوس مت جينيتيف، عندنا فيغن، عندنا إنهالب وأوسر ديم. وزي ما احنا قلنا إن دي جسبوخن شبخاخ مايست مت داتيف، فالجسبوخن شبخاخ في اللغة احنا في عندنا جشريبن شبخاخ وفي عندنا جسبوخن شبخاخ في اللغة المكتوبة وفي اللغة المحكية. يعني في اللغة العامية في الحكي بتاعنا غالبا ما الناس دلوقتي في أمريكا بتستخدم الداتيف بدل من الجينيتيف، يعني قالوا أو بمعنى أصح الداتيف حل محل الجينيتيف في حاجات كتير، وأصبح هو مقتل أو هو قتل الجينيتيف، ما بقاش الناس تستخدم الجينيتيف إلا قليل مش كتير بمعنى أصح. لكن احنا في اللغة بتاعتنا في الجشريبن شبخاخ في اللغة المكتوبة هنبتدي نستخدم حروف الجر عندنا في حالة الجينيتيف. نكمل. آخر نوع من حروف الجر هي البريبوزيسيونن مت فيستن كازوس، وقلنا باي فيكسل بريبوزيسيونن ان تيمبورالا بيدويتونج شتيت اوف دي فراغ وان دير داتيف وأوسنامه über plus akkusativ. Bei Wechselpräposition بالنسبة لحروف الجر المتغيرة in temporaler Bedeutung بمعنى زمني steht auf die Frage wann. بالنسبة لنا wann وبيجي بعديها der Dativ. بيجي بعديها الداتيف. باستثناء
حرف جر اوبر هو اللي بيجي بعديه اكوزاتيف. وزي ما قلنا هنا المقولة المشهورة ان ده داتف استخدام جينيتيف زين تود. الداتف هو زي ما قلنا اتى للجينيتيف. هنبدأ بأول حرف جر. تبغى على بريبوزيشن او بريبوزيشن مت فيستن كازوس بيجي بعديه حاجة ثابتة على طول اللي هي ان. واخد بالي ان ان من الفيكسل بريبوزيشن من حروف الجر المتغيرة. وزي ما قلنا ان حروف الجر المتغيرة هي ايه حروف الجر الفيكسل بريبوزيشن اللي نقدر نذكر بعض بيها؟ ان كانوا كام عدد حروف الجر المتغيرة؟ كان 9 حروف جر. ان وان واوف وايبر فور هنتا نيبن انتا تسفيخن. ان وان واوف وايبر فور وهنتا نيبن وانتا تسفيخن. 9 حروف جر دي اسمها الفيكسل بريبوزيشن، اما بيجي بعديها اكوزاتيف او بيجي بعديها داتف. بعرف ازاي؟ من الاكسيون والبوزيشن، من الحركه والسكون. ده لو كانت حروف جر بيجي بعديها مكان. طب لو جه بعديها زمن، يعني ايه جه بعديها مكان؟ يعني زي اول حرف جر عندنا كان ان. انا قلت حروف جر متغيره ان وان واوف وايبر فور وهنتر ونيبن وانتر وتسيخن. اول حرف جر عندي ان. ان معناه الى، معناه انا ذاهب الى مكان، هخش جوه المكان. زي ما اجي اقول ايش جي ان سكينو، انا رايح السينما، انا خلاص انا على الباب وهخش السينما. ايش جي ان سكينو، ان داس كينو. هنا بشوف يا ترى في اكسيون ولا في بوزيسيون. لو في حركه بيجي اكوزاتيف، ده حرف جر مكان. طيب انا في السينما دلوقتي، ايش بين ام كينو؟ يعني ان ديم كينو. كينو الاعتقد بتاع حداثه اتحول في الداتف، بقت ديم. بدل ما اكتب ان ديم كينو بقت ام كينو، وسالناها بفو بستو. حرف جر ان سواء جه بعديه اكوزاتيف بقى معناه الى، لو جه بعديه داتف بقى معناه في، والاثنين حروف جر مكانيه. لكن لو انا استخدمته النهارده في حروف الجر الزمنيه، حروف الجر المتغيره اللي بيجي بعديها زمن لازم تضاف في حاله الداتف باستثناء اوبر. اقول دي بوس كومت ان دراي منوتن، الباص هيجي في خلال 3 دقائق او بعد 3 دقائق. ده ان جه بعديها زمن لازم يجي بعديها داتف. ان اينر شتون دماغ ايش دي هاوس اوف كاب، انا هعمل واجب في خلال ساعه او بعد ساعه. ان جه بعديها داتف. يبقى لو جه بعد حروف الجر من الفيكسل بريبوزيشن المتغيره لازم على طول يجي بعديها داتف. والنهارده بنتكلم على اول حرف الجر اللي هو ان. وان معناها فيه، وان كانت بتستخدم مع ايه؟ احنا ذكرنا الكلام ده الحلقه اللي فاتت لو فاكرين. ان كانت بتستخدم مع ايه؟ ان كانت بتستخدم مع توقيتات اليوم اللي هي التاكس سايتن، ما عدا كلمه نخت. وبتستخدم مع ايام الاسبوع. وزي ما قلنا بيجي بعديها داتيف، يعني بقول ان ومعاها توقيتات اليوم موجن، وموجن اداتها دير. دير تحول في حاله الداتيف الى ديم. بدل ما اكتب ان ديم بتختصر لام، ام موجن ان. وعندي ميتاج، ميتاج أداة دير. بدل ما أكتب دير تحول في الداتف لديم، بدل ما أكتب أنديم تبقى أم ميتاج. أم واجن، أم ميتاج، أم أبند، كل ده بحط مع أم. كذلك أيام الأسبوع، أيام الأسبوع كلها أداة دير. فعايز أقول يوم السبت، يبقى أم وزامستاج أداة دير تحول في حالة الداتف لديم، بدل ما أكتب أنديم تبقى أم زامستاج، أم فخايتاج، وهكذا. يبقى أول حرف جر عندي اسمه أن، وبلوس بيجي بعديه داتف. نشوف بقى بعض الجمله بتاعتنا. وزي ما قلنا بيجي بعديه تاج يوم. زي ما اجي اقول هنا فيا تريفن اونس ام فخايتاج، هنتقابل يوم الجمعه. ولاقي ان حرف الجر عندي هنا ام هو عباره عن ان ديم فخايتاج. فخايتاج على تدير تحول في حاله الداتف في الايديم، بدل ما اكتب ان ديم تبقى ام فخايتاج. كمان بيجي بعديها تاكسيت سايت، وتاكسيت سايت توقيت من توقيتات اليوم. زي احنا نزلنا في حروف الجر الزمنيه، في حرف الجر ان بيجي بعديه داتف وبيجي بعديه تاكسيت سايت. تاكسيت سايت توقيتات اليوم، واحنا عددنا مع بعض توقيتات اليوم اللي هي كانت موجن ها فور ميتاج، ميتاج، نخ ميتاج، ابند. قلنا التاكسيت سايت كلها بيجي بعديها ان بلس داتف ما عدا كلمه نخت. نخت بستخدم معاها حاجه ثانيه اسمها ان، ويجي بعديها برضه داتف يبقى ان دير نخت. طب كيف بعديها داتيف ليه؟ لانها من الفيكسل بريبوزيشن، وقلنا كل الفيكسل بريبوزيشن لو استخدمت بمعنى زمن بيجي بعديها داتيف باستثناء حرف الجر اوبر. عشان كده ان وعندي كلمه نخت اداتها دي
يبقى اكتب تحول في حالة الضغط في الدير، يبقى اكتب ان دير ناخت. لو بصينا للجملة بتاعتنا هلاقي كوم دوخ ام نخمتاك تسمية، كوم دوخ ام نخمتاك تسمية، تعال بعد الظهر تسمير، تعال عندي بعد الظهر. كوم دوخ ام فرايتاك، كوم دوخ ام ابند، كوم دوخ ام نخمتاك، اي حاجة من توقيتات اليوم او ايام الاسبوع بحط معها ام. وزي ما قلنا توقيتات الاسبوع كلها أوسنام الحاجة الشاذة هي اندير ناخت، ناخت أداة تهديد وحرف حالة الضغط في الدير بكتب اندير ناخت. يبقى مع توقيتات اليوم كلها بحط معها أم باستثناء كلمة ناخت أحط معاها اندير ناخت. كذلك التمو غالب بريبوزيسيون أو بريبوزيسيون مت فيستم كازوس، يعني مت فيستم كازوس يعني حالة ثابتة، أن لازم يجي بعديها داتف خلاص ده فيست كازوس. زي الفايرتاج، فايرتاج ايام الاجازات او ايام الاعياد ايام الاحتفالات، كلمه فاير يعني عيد، فايرتاج ايام الاعياد. زي ان فايناختن كومن ايما ماينا ايلتن زو بيزوخ، في الاعياد زي ان فايناختن، وفايناختن يعني الكريسماس، كومن ايما ماينا ايلتن زو بيزوخ، اهلي بيقولوا يزوروني في الفايناختن في الكريسماس. طبعا عن فايهناختن هنا هي تعتبر داتف بس ما ذكرتش، ما فيش أدال، ما حطيتش أدال فايهناختن، بقت عن فايهناختن على طول كومن معنا ألتن تسو بيزوخ. طيب حرف الجر اللي بعد كده عندي إن، وإن بيجي بعديه داتف وبيجي مع الكلمات الفيمينين الزمنية زي كلمة فوخة، وفوخة يعني أسبوع. واجي اقول ان دي فوخة جابت سيبن تاج، كلمة فوخة أداة تدي اتحولت في حالة الضغط بقت ان دير، فاقول ان دي فوخة جابت سيبن تاج في الاسبوع في سبع ايام. ان دي منوتة، ان دي منوتة في دي جابت 60 سكوندن، ان دي شتوندة في الساعة جابت اس 60 منوتة، الساعة فيها 60 دقيقة، الدقيقة فيها 60 ثانية. ليه الكلام ده؟ ليه حطيت ان دير؟ لأن كلمة بينوتا أداة تهديد، كلمة شتوم أداة تهديد، كلمة فوخة أداة تهديد، كلمة ناخت أداة تهديد، يبقى إما تستخدم مع الكلمات الزمنية اللي الأرتيكل بتاعها دي الأداة بتاعتها دي أو بيكون فيمينين، فبحط إن وتتحول الأداة في حالة الضغط. نشوف مع بعض الجملة بتاعتنا. In the next Woche habe ich Urlaub. In the next oder in der nächsten Woche habe ich Urlaub. الأسبوع القادم عندي أجازة. كلمة Woche آخرها إيه؟ يعني أداتها دي تحول في حالة الضغط إلى دير. وطبعا لو جت صفة ما بين الأداة وبين الاسم والأداة متغيرة في حالة الضغط، في حالة الجينيتيف، في حالة الأكوزاتيف، الأداة لو اتغيرت في أي موقع عربي ما بين الكلمة والأرتيكل بتاعها الصفة اللي في النص لازم تكون أدت بالتي إي إم. نقول تاني الحتة دي. عايز اقول الاسبوع القادم قلت ان der nächsten oder kommenden Woche، هي صفة عندي kommen او kommend القادم او next او التالي. انا عندي الارتيكل حصل فيه تغيير في حالة الضغط، في حالة الجينيتيف، في حالة الاكوزاتيف، اي حالة غير حالة النوميناتيف حصل فيه اي تغيير من غير ما بفكر الصفة اللي وراها تاخد اي ان سواء كان زمن او مكان. لما اجي اقول ايش فاره، انا مسافر بالعربيه الجديده، ميت ادي اصبح بريبوزيسيون، وعندي او طلعتك بتاع حدث تحولت في الضغط بقت ديم، وعايز احط صفه نوعي، عايز اقول انا مسافر بالعربيه الجديده، يبقى ايش فاره ميت ديم، الصفه نوعي لازم يتحط لها اي ان بدم نوين اوتو بالعربيه الجديده. اي صفة جت بعد اداة حصل فيها تغيير من غير ما افكر الصفة يتحط لها اي ان. لما اجي اقول اشبريشن مت اينم نت شولر، انا بتكلم مع تلميذ نت لطيف، اصبح مت اينم، اينم دي بقت في حالة الضاتف، الصفة نت لازم يتحط لها اي ان، او صفة فلايسيج يبقى يتحط لها اي ان، مت اينم فلايسيجن شولر، وهكذا. يبقى الصفات لو جت بعد أداة متغيرة من غير ما أفكر الصفة بتحط لها إي إن. عشان كده لو بصينا في الجملة بتاعتنا
هلاقي ان الناس تبوخة. طبعا كلمة بوخة أداتها دي اتحولت في الضغط بقت دير، حطيت للصفها next أو next حطيت لها إيه the next بوخة حابب يشوف لو عندي أجازة الأسبوع الجاي. طيب إن بتستخدم مع إيه؟ زي ما قلنا مع الكلمات الفيمينين الكلمات المؤنثة، كذلك بتستخدم مع الحاجات الأكبر زي كلمة مونات. احنا قلنا توقيتات يوم او تاكسيت سايتن او بالكتير قوي الفوخن تاج ايام الاسبوع بتاخد مع اب. طب اكبر من كده، فصول سنة، شهور سنة، كلمة يار، الحاجات الكبيرة دي بتاخد معاها ان. يبقى ان بتستخدم مع شهور السنة، وان بتستخدم مع فصول السنة. مفصول السنة عبارة عن شهور تاخد ان، وبتستخدم مع كلمة يار. نشوف بقى اشبيلها على الكلام اللي بنقوله ده. كلمة مونات يعني شهر، عايز اقول ماينش فيستر است ام يانوار جيبورن، اختي است ام يانوار جيبورن اتولدت في شهر يعني ايش. يبقى يانوار الاتيكال بتاع حدير، لان كل شهور السنة اداتها دير اتحولت في حالة الاداة في الديم، بدل ما اكتب ان ديم تبقى ام يانوار. ماينش فيستر است ام يانوار جيبورن، اختي اتولدت في شهر يعني ايش. كذلك حرف جر ان بيستخدم مع الجارسيت سايتن في فصول السنة، وفي فصول السنة زي ام هابست فاغن فيا zum wandern in die Alpen. ام هابست في شهر في فصل الخريف، فاغن فيا اما zum wandern in die Alpen، غالبا ما بنروح نتجول في جبال الألب او على جبال الألب. فعندي ام هابست im Winter, im Herbst, im Sommer, im Frühling، كل دي فصول سنة أداة هدير تحول في حالة الداتف إلى ديم. فبقول im Winter ist das was haben wir haben wir مثلا viel Regen أو wenig Regen. im Winter haben wir viel Regen، في الشتاء عندنا مطر كتير أو مطر قليل. im Sommer ist es heiß، في الصيف الجو حار. ام فرولينج في شهر الربيع او في فصل الربيع اس تي اس بيلد، الجو معتدل. ام هابست ماخ ايش عن رايزه، في الخريف انا هعمل رحله. يبقى ما فصول السنه حطيت معاها البريبوزيسيون ام، عباره عن ان بلس ديم تختصر ل ام. نكمل مع بعض. ام هابست فارن فيا اما zum Wandern in die Alpen. كذلك بتستخدم مع الياهوندات، وكلمة ياهوندات يعني القرون، زي يوهان فولفغانغ فون جوتا ist im 18. Jahrhundert geboren. يوهان فولفغانغ جوتا أو يوهان فولفغانغ فون جوتا ist im 18. Jahrhundert 18. Jahrhundert في القرن ال 18 geboren. عايز اقول اي حد عمل مثلا اي شيء في القرن ال 17، في القرن ال 16، في القرن ال، يبقى بيستخدم معاها البريبوزيسيون ام. ام بلس داتيف. كذلك ان بيجي بعديها داتف مع اليار تسنت. Ich habe den 80er Jahren studiert. أنا درست في ال 80er Jahren في الثمانينات. يبقى في عقد في الثمانينات 80er Jahren. تعالوا نشوف حرف جر ان كمان بيستخدم للتعبير على zu künftiger Zeitpunkt. Zukunft يعني مستقبل، zu künftiger Zeitpunkt يعني نقطة مستقبلية، يعني بعبر بيه عن المستقبل، زي warten Sie hier bitte، انتظر هنا من فضلك، ich komme in 5 Minuten zurück، هرجع لك في خلال 5 دقايق. يبقى in 5 Minuten بعبر بيه عن حاجة هتحدث في المستقبل، زي ما أجي أقول
تابوس كوم تاد خاي بلوتن. الباص هيجي في خلال 3 دقايق او بعد 3 دقايق. شنال 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 بسرعة بسرعة تاد سوق فات ان 2 minuten اب. الباص القطر هيتحرك في خلال 2 دقيقة او بعد 2 دقيقة. يبقى ان لو جه بعديها فترة زمنية معناها في خلال او بعد، وبيجي بعديها داتيف زي في الجملة بتاعتنا. فارتن سي هي بيت انتظر من فضلك. ايش كوم ان 5 minuten zurück هرجع لك في خلال 5 دقايق او بعد 5 دقايق. اخو بالي في التم مخالب بريبوزيشنن ان اند زي ما قلنا بيجي بعديها داتيف. ابر الياس تال بالنسبه ل السنوات. ام دويتشن اون بريبوزيشن غالبا ما بنستخدمها من غير حرف كاش، زي ماين توختر است 2015 جيبورن، اختي اتولدت سنه 2015. Meine Tochter ist 2015 geboren. يبقى مع السنين انا ممكن اذكر السنة على طول ما احطش حرف كر خالص. مع السنين بذكر السنة وما بحطش حرف كر. يا اما اقول ام يا في سنة 2015، مش هذكر يا خالص، بذكر السنة على طول من غير اي حرف كر. تعالوا نتكلم عن الحرف الجر التالي وهو ام. تبو غالب بريبوزيشنن او بريبوزيشنن فيست ان كازو، هنتكلم عن حرف جر ام. وام هنا بيجي بعديها اكوزاتيف، اللي فات كان داتيف، هنا ام بيجي بعديها اكوزاتيف، وبتعبر عن الجناوه اوغت سايت، يعني الساعه على التوقيت بالظبط. جناو يعني بالظبط، اوغت سايت على الساعه بالظبط. يعني ايه بعبر عن التوقيت الساعه بالظبط؟ يعني انزا بوس فات ام 13 وات فانسيش، أو فات أم تخاي أور تسانسي أب. لو حطيت أب في الآخر يبقى هو هيتحرك الساعة كذا. الفعل اسمه أب فاغن. أب فاغن يعني يبدأ السفر. ولما أجي أقول تابوس فات أم زيكس أو أب، الباص هيتحرك الساعة 6. وأب هنا الفعل اسمه أب فاغن يعني يبدأ السفر أو يبدأ الحركة. طيب هنا خدت حرف الجر أم، وزي ما قلت أم بيجي بعدها أكوزاتيف، ودي بتعبر عن الجناو أور تسايت، يعني الساعة أو التوقيت بدقة. وان بيجنت داس فوس بالي شبيل، داس فوس بالي شبيل بيجنت أم نوين أور، 9 بالدقيقة بيبدأ الماتش. إيش كوما إما بونكتليش، أنا دايما باجي بونكتليش، بونكتليش يعني في معاني بالظبط. إيش كوما أم زيكس أور، الساعة 6 بالظبط باجي. يبقى حرف جر أم معناها في تمام، وده بيعبر عن الجناوة أوغت سايت أو الساعة، بس بعبر بالتوقيت بالظبط بدقة. زي ما اجي اقول تابوس فات ام 8 و اب، الباص هيتحرك الساعة 8، لأن دي مواعيد ثابتة وجدول ثابت في تمام الساعة كذا لازم يتحرك. يبقى ده أول حرف جر عندنا اللي هو أم. زي ما قلت ده بيستخدم للتعبير عن الجناوة أوت سايت أو الساعة بس، توقيت الساعة بس بالظبط. طيب لو كمان أم بتستخدم للتعبير عن الأول جناوة سايت أنجابة في حالة الياس تسال. في حالة السنين لو حطيت حرف جر أم، يبقى أنا بحاول بقول هنا السنة بالتقريب. يوهان فولفغانج فون جوتا إس زو أم 1750 جيبوغن. هنا التوقيت مش بدقة، في 1750 زو أم حوالي سنة 1750 جيبوغن. يبقى أم بتعبر عن الجناوة أوغت سايت، لو مع الساعات يبقى بدقة، لكن مع اليارست سالن هنا بعبر عن أم جناوة سايت أنجابة. كمان حرف جر جيجن بيجي بعديه أكوزاتيف، وهنا بستخدمه جيجن للأنجناوة تاكست سايت، توقيتات اليوم الأنجناو يعني تقريبية، حاجة مش بالظبط. زي إيش كوما جيجن بتاعت سوغوك، أنا هرجع حوالي على الظهر كده. عايز أقول هنا حوالي يعني مش بالظبط. لو جيت قلت أم يبقى ده بالظبط. إر كومت أم 6 أور جي في تمام الساعة 6. إر كومت جيجن بتاج يعني هو جه حوالي الظهر، جيجن زيكس او حوالي الساعة 6.
حوالي يعني مش بالظبط، ممكن قبليها بشوية ممكن بعديها بشوية، ده جيجا. يبقى جيجا بابر بيعل اون جناو تاكسيت سايت، توقيت من توقيتات اليوم بس اون جناو مش بالظبط. كنت زو جيجن ابن جي تقريبا كده بالليل، تقريبا كده بالليل، يبقى بستخدم جيجن مع التاكسيت سايت. نكمل مع بعض. كمان جيجن بتعبر عن اونجناو اورت سايت، على الساعة بس مش بالظبط. في تخيفن اونزو جيجن سفنسيش اوا، اتقابلنا حوالي الساعة 20. يبقى دلوقتي انا جيجن بتعبر عن اونجناو، سواء اونجناو اورت سايت الساعة التقريبية، او اونجناو ياتسيت سايت، او الفصل فصل من فصول السنة، او سوري توقيتات اليوم، التاكسيت سايت، توقيت من توقيتات اليوم بس مش بدقة. يعني ايه يا جماعة؟ عايز اقول فلان جه الساعة 6 بالظبط، يبقى ايه قوم تجي جنزك سقور الساعة 6 بالدق، ولقيته هو بيخبط. لكن في حد تاني قوم تجي جنزك سقور، يعني ايه جي جنزك سقور؟ حوالي الساعة 6 قبليها ب5 دقايق، ب3 دقايق، ب4 دقايق، بعدها بدقيقة، ده جيجن يعني تقريبا. كذلك سواء جت بعديها ساعة أو جه بعديها تاكس سايت، توقيت من توقيتات اليوم، جيجن ابند يعني حوالي بالليل، ممكن يكون بالليل أو قبليها بشوية كده. يعني نبص مع بعض على حرف الجر التالي، وهو فور، وبيجي بعديه داتيف، وتبلغ على بريبوزيسيون أو بريبوزيسيون من فاستن كازوس فور بلوس داتيف. وفور معناها قبل، ودي فور ادفاس اندرم، فور ادفاس اندرم قبل حاجة تانية، زي ich habe mir vor der Besprechung noch eine Cola. ich hole mir انا جبت لنفسي vor der Besprechung noch eine Cola، انا جبت لنفسي كولا قبل ال Besprechung، قبل الحوار. هنا كلمة فور معناها قبل، وده قبل اندرم ادفاس فور اتفاس اندر، من قبل حاجه تانية. وكلمة مش بخشو جاء ده تدي تحول في حالة الداتيف لي دير، فقلنا فور دير مش بخشو، او فور دم اسن قبل الاكل، ترينك ايش فاسر، انا بشرب ميه قبل الاكل لكن مش اثناء الاكل. يبقى هنا فور دم اسن، يبقى فور معناها قبل، وبيجي بعديها داتيف. فور دير شوله ماخ ايش دي هاوس اوف كاب، قبل المدرسه انا بعمل الواجبات. يبقى فور جه بعديها داتف، والأداة دي تحولت لدير في حالة الداتف. طبعا حروف الجر الزمنية كتير زي ما قلنا، حروف الجر الزمنية كتير للأسف ما قدرناش نخلصها، بس إن شاء الله خليكم معانا المرة الجاية هنتناول أو نكمل بقية حروف الجر الزمنية، اللي بيجي بعديها جينيتيف، واللي بيجي بعديها داتف، وكذلك اللي بيجي بعديها أكوزاتيف. تابعونا إن شاء الله وانتظرونا الحلقة القادمة، هنكمل فيها التنبخ على بخي بوزيسيون. Also das war's für heute, liebe Zuschauer. Also dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und Tschüss.